أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا. يسابق ناشطون الجزائريون الزمن في محاولة لإنقاذ حياة المعتقل محمد بابا نجار الذي يشرف على الموت بعد استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ حوالي شهر احتجاجا على إبقائه خلف قضبان السجون دون الحصول على محاكمة عادلة. واعتصم الخميس الماضي أفراد من عائلة نجار أمام السجن وشاركهم في ذلك العشرات من الناشطين الجزائريين الذين رفعوا لافتات تطالب بإنقاذ حياة المعتقل وإخضاعه لمحاكمة عادلة. كما حمل المشاركون في الاعتصام حملوا السلطات الجزائرية مسؤولية الحفاظ على حياة المعتقل نجار. للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بالناشط في مجال حقوق الإنسان الطبيب الدكتور كمال الدين فخار. دكتور أرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. نحن تابعنا موضوع المعتقل محمد بابا نجار في الأسبوع الماضي وقلت لنا بأنه في حالة صحية خطيرة، فما الذي تضيفه لنا في هذه الحلقة عن وضعه الصحي؟ شكرا، أشكر قناة الحوار على متابعة هذا الموضوع. يعني نحن أمام حالة إنسانية خطيرة جدا. يعني الشاب شاب صغير العمر عنده اليوم حوالي 26 يوم مضرب عن الطعام، وللمرة الخامسة على التوالية، في كل مرة يضرب عن الطعام 20 يوم شهر منذ أن دخل السجن. يعني زار والده يوم الثلاثاء، يعني عنده يومين. الحالة نتاعو متطهورة جدا، يعني هزال شديد، ضعيف، لا يكاد يقوى على الكلام. سنده مسؤولين في السجن لكي يمكن والده يتحدث معه. هو مصر على الإضراب عن الطعام، يقول بصراحة العبارة: أنا بريء، لم أعمل أي شيء، لماذا أقضي بقية حياتي في السجن؟ لماذا عندي سجن مؤبد وخلاص، يعني نهائي، حكم نهائي، لن يخرج أبدا من السجن؟ هو متأكد من البراءة نتاعو. محمد بامانجا لم يطلب إفراج، لم يطلب عفو، يطلب ببساطة إعادة المحاكمة. طيب إذا يعني ما سبب استعصاء هذه الحالة؟ لماذا لا تقوم السلطات الجزائرية بإجراء محاكمة عادلة لمحمد بابا نجار وتعلن هذه المحاكمة لكم؟ شكرا شكرا، يعني هذا السؤال نطرحه ألف مرة في اليوم. يعني لأن بكل بساطة احنا متأكدين أن الذي قتل الضحية في هذه القضية المرحوم إبراهيم بزين هو وقت كانت فيها السلطات في الدول العربية وفي الجزائر عندها كامل الصلاحية التي قتلت هذا السيد وألصقت التهمة لمحمد بابا نجار. اليوم يخافون إذا أعيد فتح الملف ربما سيكتشف تلاعب ربما أجهزة أمنية في هذه القضية، لأن القضية كلها سياسية. أرادوا من خلف التقتهم بمحمد بابا نجار الوصول إلى النشطاء الحقوقيين في منطقة غردية، ولا ننسى أن منطقة غردية هي منطقة حساسة فيها أقلية مذهبية ومنطقة موجودة في المنطقة الغنية بالبترول والغاز في الجزائر، وكانت قبل اليوم يعني منطقة هادئة سياسيا وحقوقيا. بمجرد ظهور حركة مطالبة بالحقوق، حركة مطالبة بالحريات في منطقة حساسة بالنسبة للدولة الجزائرية، أرادت السلطة الجزائرية القضاء على هذه الحركة في مهدها. طيب هل هذه تحليلات أم كلام مبني على وقائع وأدلة معينة؟ وإذا كان هناك أدلة فلماذا لا تقومون بعرضها على السلطات الجزائرية؟ أنا شخصيا سجنت في غردايا 2004 بسبب مطالبة سلمية للتجار، وكنت منتخبا في بلدية غردايا، يعني ولصقت للتهمة محاولة حق الشرطة، يعني مجموعها مؤبد، ولكن الحمد لله قضيت في سجن 5 أشهر، وبعدها أخذت براءة بعد إعادة المحاكمة مباشرة عام بعد عملوا هذه القضية. هناك رسالة أخرجها محمد بابا نجار من السجن وقدمها في محاكمته في المدية، ويتحدث عن محاولة الشرطة في اليوم الأول من دخول السجن إلى مساومته: سوف نعطيك الحرية مقابل إلصاق هذه التهمة بأحد النشطاء في غردية ومنهم أنا فخار كمال الدين، ولما رفض قال له: لنحكم عليك بالإعدام. الملف قضائيا فارغ، ليس فيه أي شيء، ما عدا الدليل الإثبات الوحيد في القضية، الملف الموجود لمن يطلبه هي أقوال ابن الضحية القاصر الذي يتحدث عن جلوس محمد بابا نجار 3 أيام من قبل في مسجد
يقع بين منزل المتهم محمد بابنجر ومنزل الضحية يسكنون في نفس الحي إبراهيم بازين. هذا ما يوجد في الملف. طيب هو هو الضحية المتهم محمد بابنجر بقتله، هل قضى نتيجة خروج مظاهرات أو في حالة التباس أمني؟ لا، هو محمد كان يحضر الاعتصامات المسيرات الاحتجاجية، ولكن هذه بمجرد عرف أن الشرطة تبحث عنه بهذه التهم الخطيرة تقدم بنفسه، يعني وعي تقدم بنفسه للشرطة، قال لهم أنتم تبحثون عني ما المشكل. من ذلك اليوم إلى اليوم سبعة. لا، قصد الدكتور كمال، قصد الضحية الذي يتهم محمد بابا نجار بقتله، ما هي ملابسات نعم. ما هي ملابسات مقتله؟ لا، كان في منزله، كان في منزله رمضان، خرج من منزله باتجاه المسجد، ألقى عليه اثنين شخصين ملثمين بنزين، ثم أحرق بالنار. لم يمت في حينه، مات ثلاث أيام من بعد، وهذا عمل احترافي، يعني اثنين في دراجة نارية، واحد يلقي بنزين واحد يلقي النار. يعني السؤال مطروح، إذا قبضوا على محمد بابنجر لماذا لم يبحثوا أبدا عن المتهم الثاني؟ ما دام الضحية المرحوم إبراهيم بازين صرح قبل وفاته أنه توفى أن المعتدين عليه اثنين وكانوا ملثمين ولم يستطع أحد التعرف عليهما، لماذا نتهم اليوم شاب واحد اسمه محمد بابنجر في تهمة خطيرة مثل هذه؟ طب هناك اعتصام أمام وزارة العدل الجزائرية، هل نعم. يحرك هذا السلطات نعم. الجزائرية من أجل فتح الملف القضائي بقضية نجار؟ نحن هنا منذ صباح اليوم، يعني في قوة أمن قوية هنا في أمام الوزارة، الطريق مغلق، نصف الطريق مغلق، مناضلين مصرين، ممثل الوزارة لا يحب أن يستقبل أحد، هو منشغل أيام الوزارة بالانتخابات في الجزائر، رفض الاستقبال، والمناضلين مصرين على البقاء على البيات المبيت أمام الوزارة. في صباح اليوم عند الساعات الأولى كانت الشرطة يعني استعملت القوة وضربت المناضلين، ولكن بعد ذلك هدأت نوعا ما. وأذكر يعني جدير بالذكر، يعني هناك بعض المناضلين حضروا بأولادهم أقل من 10 سنوات في عمره، ألقيت عليهم الشرطة القبض اليوم وأودعتهم في مخافر الشرطة وعملت معهم تحقيق. يعني أشياء خطيرة تقع هنا في الجزائر، ونتحدث اليوم الشغل الشاغل للسلطة والأحزاب هي الانتخابات، أما حياة مواطن بسيط مثل محمد يعني ما لا ينتبه إليه أحد. شكرا جزيلا لك دكتور كمال الدين فخار، كنت معنا عبر الهاتف من غردايه في الجزائر، شكرا لك.